أخبار وصور وفيديوهات وتعليقات كتيرة بيتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وإحنا في برنامج الحياة في مصر حريصين إننا نوضح أبرز ما جاء فيها، واللي كان من بينها تداول رواد مواقع التواصل لمقطع فيديو بيوضح إلقاء نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لزجاجة مياه على الأرض عقب تسجيل زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف فوز الريدز على مضيفه باريس سان جيرمان، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول ما إذا كان مو احتفل بالهدف أم انفعل بسبب بعض الضغوطات التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة. وهو المقطع الذي برأته وأجابت عنه جماهير ليفربول بنشر مقطع فيديو آخر لصلاح ظهر فيه رافعا يده بعد الهدف، ما يدل على احتفاله بالهدف، وذلك قبل مشهد إلقاء الزجاجة الذي ظهر على شاشات التلفزيون خلال إذاعة المباراة، وهو الأمر الذي جعل الجماهير تدافع عن الفرعون المصري ضد الهجمة الشرسة التي شنتها عليه وسائل الإعلام واتهامه بالتسبب في الهدف الثاني للفريق الضيف وأنه حزين لعدم تسجيله الهدف. رغم فوز يوفنتوس الإيطالي على مضيفه فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء، فإن طرد القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظهوره الأول أوروبيا مع السيد العجوز وبكائه قد أثار جدلا وغضبا في الأوساط الرياضية الإيطالية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. إسراء سعد، الحياة في مصر.